سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ في الموسم الثالث ديالو. بطل حلقتنا اليوم هو مقاوم ومناضل مغربي ضد الاستعمار الفرنسي، هو كذلك عضو في جيش التحرير المغربي، وهو عضو مؤسس للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وهو رئيس للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. بطل حلقتنا اليوم عاش مجموعة من المراحل في الحياة دياله، من مقاومة المستعمر إلى السجون، كذلك تحكم بالإعدام ماشي مرة ماشي جوج ماشي ثلاثة، إلى قساوة العيش في المنفى. بطل حلقتنا اليوم هو محمد أوجة، أو المعروف بسعيد بن عيلات. زاد محمد أجار سنة 1920 بدوار إزرديب منطقة أمانوز اللي تابعة لقيادة تفراوت بإقليم تيزنيت. غادي يلتحق محمد أجار واللي غادي نبداو ناديو عليه طيلة هاد الحلقة بسعيد بن عيلات، لأن هذا هو الاسم الحركي ديالو اللي تم الإطلاق عليه من أجل تمويه سلطات الاحتلال الفرنسي. وفي سن 10 سنوات غادي يلتحق بالأب ديالو في مدينة الدار البيضاء، حيت غادي يعاونو وغيبقى يشتغل معاه في محل ديال سفنج، لأن الأب ديالو كان سفناج في مدينة الدار البيضاء. بعد مدة من الاشتغال ديالو مع الأب ديالو غادي يجمع شوية ديال الفلوس وغادي يشري شاحنة صغيرة لنقل الخضر باش غادي يستقل بالعمل ديالو، وغتولي هاد الشاحنة هي مورد الرزق ديالو. ما غاديش يوقف طموح ديال الشاب محمد أجار أو سعيد بن عيلات منين غادي يشري هاد الكاميو ديال الخضرة، فسرعان ما غادي يكتشف الشاب سعيد بن عيلات أن القدر اللي جابو من أمانوس في النواحي ديال تفراوت للمدينة الدار البيضاء ما كانش مخبيلو غير الاشتغال في الخضر وفي سياقة الشاحنة، بل قدره كان مخبيلو أكبر من ذلك، وهو كان متأكد من هذا الشيء، خصوصا أن الأوضاع السياسية في هذاك الوقت ديال المغرب كان كيعيش في ظل الحماية الفرنسية. هنا غادي يبدا التفكير ديال سعيد بن عيلات رفقة الرفقاء ديالو والأصدقاء ديالو اللي كانوا معاه في إخراج قيادة حركة المقاومة المسلحة من أجل تحرير البلاد من المستعمر الفرنسي. في بداية الأربعينيات غادي يتم استقطاب سعيد بن عيلات من طرف بن ناصر حركات وكذلك الفقيه برادة إلى صفوف حزب الاستقلال، وغادي يشارك في مجموعة ديال الاجتماعات اللي كانت كتعقد في واحد المحل ديال النجارة في درب بن جدية. بن عيلات اللي غادي يقود أول مظاهرة في مدينة الدار البيضاء تأييدا لداكشي اللي جا في وثيقة الاستقلال. غادي يعيش المقاوم والمناضل سعيد بن عيلات عدد من المحطات في الحياة ديالو اللي كان لها أثر كبير على النفسية ديالو، وغادي تخليه يتجه العمل المسلح ضد المستعمر الفرنسي بحال مجزرة ديال ساليكان سنة 1947 وقمع الإضراب التضامني مع الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد سنة 1952. زيد على ذلك تعنت ديال السلطات الفرنسية ورفضها التام للتجاوب مع مطالب الحركة الوطنية الداعية إلى استقلال المغرب. سنة 1952 غادي تشكل مرحلة فارقة في المسار ديال سعيد بن عيلات، حيث غادي يلتحق رسميا وبطلب من القيادي الاستقلالي عبد السلام بناني بمجموعة منظمة في إطار المقاومة المسلحة بمدينة الدار البيضاء. ومن ذاك الوقت غيولي عند سعيد بن عيلات دور حاسم ودور كبير في عدد من العمليات الفدائية اللي تنفذت ضد المستعمر الفرنسي، بحال عملية تفجير ديال القطار الدار البيضاء الجزائر اللي تمت نهار 3 نوفمبر 1953. وغادي يقوم سعيد بن عيلات بأدوار طلائعية كبيرة على مستوى تأطير المقاومين.
وكذلك توفير السلاح لهم بعد بداية المفاوضات ما بين المغرب وفرنسا من أجل حصول المغرب على الاستقلال. لكن بونعيلات كان عنده رأي آخر، حيث بونعيلات كان كيشوف أن معركة التحرير باقي في البداية ديالها، وهذا الشيء اللي غيتطلب المزيد من الضربات الفرنسيين باش يتجبروا على مغادرة المغرب وفقا لشروط المقاومة وماشي لشروط الاحتلال الفرنسي. وهذا الموقف اللي غادي يكلف الكثير بعد العودة ديال الملك محمد الخامس من المنفى، خاصة الموقف الرافض لحل جيش التحرير قبل تحرير الصحراء المغربية. بونعيلات اللي كان مصر على إتمام النضال والمقاومة حتى تحرير المغرب أكمله، وكان ضد يبقوا الناس اللي كانوا كيشتغلوا مع فرنسا أو اللي كيتسموا بالخونة ديال فرنسا في دائرة الضوء، حيت كان كيقول دائما أن بعد استقلال المغرب فأول اللي غادي ينتقم من المقاومين وأعضاء الجيش التحرير وبالناس الوطنيين هما هاد الخونة وهاد الناس اللي اشتغلوا مع فرنسا. بعد فترة وجيزة من استقلال المغرب وعودة الملك الراحل المغفور له محمد الخامس، غادي يصدر أول حكم بالإعدام في حق سعيد بونعيلات بتهمة التأمر ضد ولي العهد الحسن الثاني رحمة الله عليه. إلا أن هروب الجزائر وصداقته القوية بالرئيس الجزائري حمد بن بلة حالت دون اعتقاله قبل ما يصدر فيه حكم ثاني في الإعدام سنة 1965 من طرف المحكمة العسكرية بمكناس فيما يعرف بقضية شيخ العرب. غادي يبقى سعيد بونعيلات مقيم في الجزائر بفضل العلاقة الوطيدة اللي كانت كتجمعه مع بن بلة، إلا أن الانقلاب اللي أطاح بهذا الأخير غادي يغير الأوضاع في البلاد، هو اللي غادي يخلي سعيد بونعيلات أنه يغادر الجزائر إلى الديار الإسبانية. في إسبانيا غادي يتم الاعتقال ديالو من طرف مخابرات مدريد، وغادي يتم تنقيله مباشرة للمغرب حيت غادي يتعرض للتعذيب الشديد، وغادي ينتهي بصدور حكم ثالث بالإعدام ديالو. غادي يبقى تما في السجن ديال القنيطرة حتى يصدر في حقه عفو ملكي بتدخل من المقاوم حسن صفي الدين، هذا الأخير اللي خاطب الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني بالقول ما غاديش نلبس الهام مادام سعيد بونعيلات باقي في السجن. وهنا غادي يغادر سعيد بونعيلات السجن إلى فضاء الحرية، هذه الحرية اللي ظل كيعتبرها أنها منقوصة بسبب الأخطاء اللي حدثت أثناء المفاوضات ديال الاستقلال وعدم تحقيق كاع داكشي اللي كان كيسبوا ليه معية الرفاق ديالو في المغرب ما بعد الاستعمار. رغم تحسن العلاقة ديالو مع الملك الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه، وكذلك تحسن علاقته بالدائرة ديال القصر، ورغم حصوله على مجموعة من التوشيحات والتكريمات خصوصا تكريم ديال المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وتعيينه عضو في المجلس الوطني لقدماء المحاربين وقدماء المقاومة وانتخابه ضمن أعضاء المكتب ديال المجلس الوطني لقدماء المقاومين وضمن اللجنة الدائمة ديالو قبل ما يتولى رئاسة هذا المجلس، هو المنصب اللي بقى كيشتغل فيه حتى انتقل إلى جوار ربي. كان سعيد بونعيلات محط الاحترام والتقدير الكبير من الرفاق ديالو في الكفاح بحال اللي قلنا المقاوم الحسن شوقي بن سعيد أيتي الدار الحسين برادة عبد الرحمن اليوسفي وأسماء كثيرة من المقاومة المغربية اللي بقت علاقتهم قوية وكبيرة مع المقاوم والمناضل سعيد بونعيلات. وفي نهار 25 أكتوبر من سنة 2017
غادي يفارق الحياة المقاوم والمناضل الحر المغربي السوسي اللي كان كيآمن بالحرية وبالاستقلال ديال المغرب بأكمله. سي محمد الجار معروف بسعيد بونعيلات غيفارق الحياة عن سن كتناهز 98 سنة. غيبقى الاسم ديال سعيد بونعيلات او كيف ما كيعيطوا ليه الاصدقاء ديالو سي سعيد شاهد على مرحلة من تاريخ المقاومة المغربية في سبيل الحرية والاستقلال. سيدنا حلقتنا ديال اليوم سالت، نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج زوم على التاريخ. خليت لكم لهنا والراحة. ما تنسوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.